السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في خير وبصحة وسعادة. ان شاء الله هنعمل مع بعض مكرونة بالفراخ او بقطع الفراخ بالبشاميل. عايزين تسموها نجرسكو، سموها عايزين تسموها مكرونة بشاميل بالفراخ، سموها، المهم هي مكرونة بشاميل بالفراخ. طيب انا معايا هنا المقادير بتاعتي ايه. معايا هنا 3 كوبايات من المكرونة، او 3 كوبايات الا ربع من المكرونة اللي هي الاقلام دي يعني. خلاص، الفراخ بتاعتي ده صدر دجاج 300 جرام، تبلته بالطريقة دي. هنزل لكم ان شاء الله بالوصفة انا عملتها ازاي حالا. معايا هنا بصلتين متوسطين الحجم، عملتهم في الكبة مع معلقة من الملح صغيرة كده علشان تدبل معايا بسرعة وتاخد لون مكرمل وحلو. معايا هنا دول 2.5 كوبايات من اللبن الحليب، طبعا هو لسه بارد معايا بالشكل ده. معايا 2.5 معالق من الدقيق الابيض، ان شاء الله هحمصهم في المقلية كده من غير اي زيوت ولا دهون علشان نعمل منه البشاميل. طبعا انا لسه في معايا بهارات بس مش وقتها دلوقتي، ان شاء الله دلوقتي بس انا هحط المكرونه تتسلق على النار معايا كويس قوي ونرجع نشوف باقي الخطوات مع بعض. حوالي 300 جرام. طبعا قبل ما هبدا في الخطوات هحطه على النار في حله كده، واحط له شويه حبهان مطحون، شويه فلفل ابيض، ملح، وعشان ده صدر فرخه كبيره يعني انا عايزاه يبقى مستوي جوه المكرونه، مش عايزاه يبقى بيشد. فان شاء الله انا هحطه على النار كده، ايه، اديله تشويحه بمعلقه زيت زيتون، وزي ما قلت لكم فلفل ابيض، حبهان مطحون، وشويه ملح، ويعني هسيبها لما تنزل ميتها وتشربها كده وتستوي، وهسيبها ان شاء الله للاستعمال على طول مع البصله بعد كده، علشان مش هحط عليها ميه ولا اي حاجه علشان تبقى طعمه وفيها طعم الفراخ وكده. فان شاء الله هبدا الخطوه دي معاكم. معايا كده الحله على النار، هحط فيها معلقه زيت الزيتون، معلقه صغيره خالص من زيت الزيتون اهي، على النار شويه، وهبدا كده ان شاء الله ابدا انزل بصدر الفرخه. طبعا انا مقطعاه مكعبات زي ما حضراتكم شايفين معايا بالشكل ده كده. اعلي النار، هسيبها لما تنزل ميتها كده وايه، وهوطي عليها النار تستوي براحتها كده وتاخد تحميره بسيطه. وان شاء الله وانا ايه بعمل البصل برضو بلوحها كده على النار، هبدا احط لها برضو الفراخ تاخد من طعم البصله وكده، لان ده سد فرخه كبير عايزاه يستوي كويس. هحط كده حاجه بسيطه من الحبهان المطحون، بيفرق في طعمها قوي. احط لها شوية بهار فراخ، واحط لها شوية فلفل اسمر لان بصراحة لقيت الفلفل الابيض عندي خلص. وذرة بسيطة كده من القرفة، حاجة بسيطة كده خالص. الحاجات دي كلها بتدي طعم وايه وريحة للفراخ. وشوية ملح بسيطة كده مكترش. وتقلبيها في بعضها بقى كده.
وهقطيها وهدي عليها النار وكل شويه اقلبها لحد ما ايه ما تدخل تستوى معايا خالص. خلاص كده يا حبيبي، دي الخطوة بتاعتي في تجهيز الفراخ اللي بيفرق في طعمها قوي. خلاص كده هدى عليها النار بقى خالص وهسيبها مع نفسها لما تخش في السوى خالص او تستوي بمعنى اصح. وهبدا ان شاء الله برضو ايه اعمل البصله، واما البصله تبدل معايا كده وتدبل هضيف لها الفراخ برضو تاخد من طعم البصله وكده، وان شاء الله نشوف بقى الخطوات مع بعض. انتظروني يا حبايب قلبي. انا حمصت معايا معلقتين ونص الدقيق بالشكل ده، لما اخدوا لون بسيط كده واتحمصوا معايا في المقليه من غير ولا نقطه الزيت، هسيبهم بس يبردوا كده شويه على ما اسخن اللبن. عايزه اسخن اللبن معايا الاول، فان شاء الله هحطه على النار يسخن وهرجع لكم تاني يا حبايب قلبي. حطيت هنا الدقيق في البوله زي كده واللبن غليته معايا اهو بالشكل ده. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده حبه بحبه كده زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده. اقلبه معايا كده طبعا. انا لو لقيت فيه كلكع او اي حاجة ممكن اعمله بالهاند بلندر عادي. واحط له شوية فلفل اسمر حاجة بسيطة كده، شوية ملح برضو حاجة بسيطة خالص كده يعني ربع معلقة كده، مش عايزة حادق لان كل المكرونة مسلوقة فيها ملح والفراخ فيها ملح. انا حبايب قلبي عايزة اوريكم البشاميل اللي انا مش هحطه على النار، انا زي ما انتوا شايفين كده قعدت اقلب فيه لما الدقيق اندمج مع اللبن والفلفل والملح والمكرونه اتسلقت معايا اهي حبيب قلبي. والبصله حطيتها على النار وجبت قرنين فلفل اخضر وواحد احمر قطعتهم عشان احطهم مع الفراخ تدي لها لون وطعم، ونشوف كده مع بعض ان شاء الله هنعمل ايه. البصله معايا اهي حبيب قلبي في الحله على النار، هسيبها لما تشرب ميتها خالص لان انا قايله لكم ان انا حاطه عليها ملح والملح بينزل ميتها. وانا بشتغل في الحله مطرح سلق المكرونه ما غسلتهاش. زي ما حضراتكم شايفين معايا بالشكل ده. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما البصله شربت ميتها واخدت لون معايا كده وسكرت كده معايا، هبدا ان شاء الله صدور الفراخ بتاعت اللي انا عاملاها هنزل بيها كده هقلبها بس كله تقلبتين في بعض كده، مش عايزه اكتر من كده لان مش هستخدم زيوت خالص. زي ما انا قلت لكم ان انا استكفيت الاول في الفراخ ومعلقه زيت الزيتون، احط لها الفلفل الالوان ده وهقلب كده.
زي ما حضراتكم شايفين معايا بالشكل ده. طيب انا هعمل ايه في الخطوه دي؟ معايا هنا حبه ميه من سليق المكرونه يا جماعه، ميه سليق المكرونه اهي، هحط منها شويه كده على الفراخ حوالي كوبايه. وطبعا الفراخ فيها ملحها وفيها كل حاجه، شايفين ما شاء الله، مش قادره بقى اوصف لكم بجد يا جماعه والله الريحه قد ايه. وهحط كمان معايا حبايب قلبي، طبعا هي الفراخ انا حاطه فيها بهارات وكل حاجه، بس هحط كاري. الكاري بيديها تيست عالي قوي وطعم جميل قوي. انت هتقولوا مثلا ده الكاري هيغير لونها، بس هيديها طعم رائع. هحط لها كده معلقه من الكاري، معلقه صغيره. الفراخ بتحب الكاري يا جماعه، الكاري ده حاجه كده انسجام ما بين الفراخ و بهار الكاري. خلاص هسيبها كده ايه تتشرب كده ايه شويه من الصوص ده، وتعالوا كده نشوف مع بعض عما تتشرب، نشوف هنعمل ايه في المكرونه. لكم تاني حبايب قلبي، فاكرين الجبنه اللي كان ابو حمزه عملها وطلعت شبه الجبنه الموتزاريلا؟ طبعا هي ماهيش بتمط يا جماعه زي الموتزاريلا، عشان نبقى صادقين مع بعض، مفيش فيها مطه الموتزاريلا، بس طعمها جميل جدا. ومعايا دول حوالي 3 معالق من الجبنه دي، ومعلقتين كبار من الجبنه الرومي المبشوره. هلخبط دول كده كلهم على بعض، جايز لما تتحط في خليط البشاميل تسيح وتدي المطه، الله اعلم، بس انا حبيت اقول لكم ان هي مش بتمط زي الموتزاريلا، بس طعمها جميل جدا، طعمها احلى من الجبنه الموتزاريلا اللي احنا بنشتريها من بره، بس مفيش فيها المطه دي. خلاص البشاميل بتاعي هحط نصه على المكرونه كده، بسم الله، واسيب حب نصه التاني عشان نحطه من على وشه، ونلخبط كده البشاميل في المكرونه. طبعا يا جماعه البشاميل السايح ده اول ما هيخش الفرن هيجمد ويبقى بشاميل عادي خالص، ما تخافوش يعني من الحته دي، بس تعمليه مظبوط. كل كوبايه من الدقيق، كل كوبايه من اللبن عليها معلقه كبيره من الدقيق. نجيب الصينية بقى ان شاء الله اللي هنعمل فيها، واحط نص المكرونة تحت واحاول افيدها كده. وزي ما قلت لكم انا عاملة كمية صغيرة، مش عاملة كمية كبيرة، ومرضتش احطها في صينية صغيرة خالص علشان ما تطلعش الخرطة تخينة، عايزاها تطلع الخرطة كده رقيقة وحلوة. احط عليها شوية بقى من خليط الجبنه ده، والفراخ بتاعتي اللي انا سبكتها على النار مع البصله والفلفل، ريحتها جميله ما شاء الله. حاولوا حبايب قلبي تقللوا كميه الزيوت والدهون في اكلكم علشان تاكلوا اكل صحي ولذيذ وما يتخنكوش، ما يديكوش سعرات حراريه عاليه، يعني ما هو اي اكل بناكله بيتخن، بس احنا بنحاول ان احنا نقلل في السعرات الحراريه العاليه. اي اكل بناكله بيتخن، بس احنا بنعمل بطريقه صحيه وبسعرات حراريه اقل علشان يبقى اكل صحي ومغذي. خلاص كده احط عليه شوية جبن برضو كده، وشوية بسيطة كده من صوص البشاميل، حاجة بسيطة كده. واحط بقية المكرونة، احاول كده افردها، اجيب الدهون خلاص، احاول كده ايه افردها على وش الصينية
زي ما قلت لكم انا عامله كميه قليله خالص من المكرونه، مش مكتره مكرونه. احاول كده ادارب المكرونه الفراخ اللي باينه دي. واجيب حاجه اغرف بيها البشاميل عشان اوزعه عليها كويس. وطبعا اللي هدخلها في فرن اعلى درجه فيه الحراره، يعني لما تتحمر وتاخد وش معايا حلو كده واطلع. يعني انا هعمل الفرن على درجة اعلى حاجة فيه 280. البشاميل ده حبايب قلبي، ان شاء الله لما الصينية تستوي كده معاه في الفرن هيجمد وهيبقى حلو ان شاء الله، مفيش فيه اي مشكلة. اهي احط لها بقى الجبن اللي معايا كده على وشها. زي ما انتوا حضراتكم شايفين معايا بالشكل ده. طبعا الجبنه اللي هي ابو حمزه عاملها مفيش فيها اي سعرات حراريه لانها منزوعه الدسم وتعتبر زي جبنه قريش. اما بقى معلقتين الجبنه الرومي دول اللي فيهم السعرات الحراريه كلها. خلاص كده حبايب قلبي ان شاء الله هغسل ايدي هدخلها الفرن حبايب قلبي. طبعا الفرن متولع سخن على اعلى درجه فيه، وتدخلها الفرن لما تتحمر كده وتشرب وتاخد وش حلو كده ولون جميل وتطلعيها، وان شاء الله نشوفها مع بعض بعد ما تخلص. انتظروا ثاني يا حباب قلبي. بعد ما الصينية بتاعتي خلصت وطلعت من الفرن مش قادرة بقى اوصف لكم ريحتها بجد، والله ما شاء الله ريحتها تحفة تحفة. عايزة اشتلها كده، طبعا هي لسه خارجة من الفرن، عايزة اشتلها كده اوريها لكم عن قرب لونها وجمالها. لونها وردي رائع او ذهبي رائع زي ما انتوا عايزين تسموها، ما شاء الله ريحتها طالعة جميلة جدا. فان شاء الله هي كده انتهت حلقتنا النهاردة حباب قلبي، ويا رب تكون المكرونة اللي بالفراخ عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفائض دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.